حصل. حبايب قلبي، نبدأ نتكلم دلوقتي مع بعض عن الادنج ل ميكسد نمبرز. لو جيت قلت لك هنا مستر 3 اند 2 7 بلس 2 اند 4 7، حبايب قلبي كنا بنعمل ايه في جريد 4؟ تعالى افكرك. في البدايه يا مستر كنا بناخد الهول مع الهول، كنا بنقول انا معايا 3 هول و2 هول، 3 بلس 2 ايكوالز 5 بلس Five plus فراكشن بار، وتبدا حبيب قلبي تجيب السم للفراكشن. فهنبدا نكتب هنا في الدينومينيتور 7 ونبدا نجيب السم لل2 بلس 4، تطلع بكام؟ حلو six. شاطرين. حضرتك بقى هنا هتسال نفسك سؤال مهم جدا. ايه السؤال ده يا مستر؟ ايه نوع الفراكشن اللي عندنا؟ يا ترى بروفر اور امبروفر؟ بروفر. اكسلنت. الحالة البروفر ده يا مستر حضرتك بتبدا تكتب الهول، حضرتك بتبدا تكتب الهول. لازم احوله ان بروبر. لا ازاي؟ حضرتك البروفر ملوش ايكوفالنت امبروفر او ميكس، هو اقل من الوان، فحضرتك بيفضل زي ما هو. طالما بروفر هنكتب الهول والفراكشن على طول دايركت جنبنا، يبقى ميكسد ناو. انزل اكسرسايز مستر. لو جيت قلت لك هنا حبيب قلبي if we have مثلا such as 10 and 3 tens plus 2 and 5 tens، ركز معايا في السؤال ده بعد اذنك مستر. حضرتك هنا هتبدأ تجيب السم للهولز. انا عندي كده كام هول؟ 10. Two. وهنا كام هول؟ 2. 10 plus 2 gives us 12 12 بلس. خلي بالك انا كنت باكد عليك كده زمان، اعمل بلس عشان ما تغلطش. 12 هتطلع في الآخر 12 وهاف. لا مش هاف، خليك معايا. هنبدا نجيب يا مستر السم للفراكشن، هنبدا نقول 3 بلس 5 8 tenths. مستر حضرتك قبل ما تشتغل هتسال نفسك الفراكشن اللي عندك ده نوعه ايه؟ بروبر 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 فراكشن. شاطرين، اسمعوا تو بس هنبدا نعمل له سيمبليفاي. شاطر اللي قال هنعمل له ديفايد 2 في الاول، ديفايد 2. انا نسمع شاطره يا نسمه. هنا مستر هتعمل ديفايد 2 لان النمبريتور والدينومينيتور بالنسبه لنا ايفن نمبرز، فهتبدا تقول لي انا معايا 12 بلس والفراكشن اهو. هتبدا تقول 8 ديفايد 2 4، 10 ديفايد 2 كام؟ 5 5 طيب مستر ده بروبر فراكشن، اكتبهم جنب بعض ما فيش بروبر مشكله. يبقى هنا حضرتك هتبدا تكتب ال 12 12 4 over 5 ايوه when بروبر 4 فراكشن. over 5 سهله سهلة سهلة. حبايب قلبي، احنا اتفقنا ان بنبص على الفراكشن وتلاقيناه بروبر بنحطهم جنب بعض. طب افرض يا مستر جالي امبروبر زي ايه؟ تعال نشوف الاكزامبل اللي معانا. بيقول لك هنا مستر 3 اند 7 8 بلس 2 اند 5 8، وطلب منك تجيب السم. هتبدا تقول كام بلس كام؟ 3 بلس 3 plus 2 2 equals 5 5 5 بلس 5 والفراكشن بار. 5 بلس فراكشن فراكشن زي ما هي شباب انا اللي بشرح بعد اذنكم، اسمع معايا. فهتبدا تنزل الدينومينيتور بتاعنا زي ما هو، وهتبدا تجيب السم للنيميريتور 7 بلس 5 هتطلع ايكوالز 12. ده improper امبروفر. طبعا احنا هنا مستر امبروفر، كله وكمان في كومن فاكتور، يعني انت براحتك اتس اب تو يو. عايز تعمل السمبليفاي الاول مفيش مشكله، عايز تعمل الكونفيرت وبعد كده تعمل السمبليفاي مفيش مشكله. احنا عملنا المره اللي فاتت السمبليفاي الاول، المره دي هشتغل الاول الكونفيرت انتو ميكسد وبعد كده اشتغل السمبليفاي. اسمع بقى الكلام اللي عندي. ببص على الفراكشن اللي عندي يا مستر اتلاقيته امبروفر، والامبروفر ده وحش ما بحبوش، هاخده على جنب واعلمه الادب. ابدا اخد ال 12 اوفر 8 دي واعلمها الادب ان انا هعملها كونفيرت انتو ميكسد. هتبدا تكتب الدينومينيتور بتاعنا ال 8 وتسال نفسك هي 12 فيها كام 8؟ هتقول لي 1 8 يا مستر. One. طب مستر عد من ال 8 لحد 12 هنزود كام؟ Four. 4. Four. اكسلنت، حلو قوي.
مستر حضرتك بعد ما انت جبت الفراكشن ده طلع فيه هول اللي هو الوان هول، زوده على الهول اللي عندك ده. الوان هول 6 اي بس يبقى هنا 6 مستر ايكوالز 6 اند 4 8. مستر هل انا كده خلصت؟ لا، احنا اتفقنا ان في سمبلي سيمبليفاي. طب هنعمل ايه يا مستر؟ حضرتك هتبدا تسال نفسك. انا يعني انا واحد يعني انا وانا ستودنت زيكم كده كنت اسال نفسي. لا اسمع كده، هدي لك حاجه سريعه، اسمع معايا. كنت اسال نفسي هل ال 8 اقدر اعملها ديفايد 4؟ كده ما ينفعش ابتدي اعمل ديفايد 2. طبعا اللي قال ديفايد 2 ادم اجابته مش غلط، بس انا بفكر الاسرع اللي يجيب لي الاجابه على طول. هل ال 8 اقدر اعملها ديفايد 4؟ اه شكرا، اعمل ديفايد 4 فوق واعمل ديفايد 4 تحت. هتنزل بالهول واوعى تنساه، انا بقول لك اهو. وتعمل فراكشن بقى 4 ديفايدد 4 1، 8 ديفايدد 4 يبقى 6 اند هاف، يبقى الاجابه هنا ايه؟ 6 اند هاف. سؤال كمان عشان تبدا تحل، سؤال كمان عشان تبدا تحل. مستر لو جه قال لك هنا مستر 6 اند 3 فيفث بلس 2 اند 4 فيفث. مستر احنا متعودين ان احنا نشتغل هول هول فراكشن فراكشن، هنبدا نعمل هنا بلس وابدا اجيب الهول بلس الهول، هتبدا تقول 6 بلس 2 8 فراكشن بار والديناميتور 5 هتقول 4 بلس 3 7. اوعى improper تعمل، اوعى تقول لي 8 اند 7 8 فيفث. لا لسه حضرتك لو كتبتها كده في الامتحان سوري مش هتاخد درجات. علشان كده تسال نفسك ال 7 8 دي نوعها ايه؟ لا يا مستر امبروبر، يبقى خدها على جنب معلم الادب. 7 فيفث اعمل لها كونفرت انتو ميكس، 5 في الدينومينيتور ال 7 فيها كام 5؟ one طب 7 شيل منهم 5 two مستر، ال 1 ده زوده على ال 8 اللي موجوده عندك تبقى كام 1؟ 9 9 over 5 نحل واحده يلا. سؤال كمان، لو جينا قلنا هنا مستر 5 and 8 tenths minus 2 and 5 tenths. حضرتك هنا لما تيجي تشتغل قلت لك عينك على اول فراكشن، الفيرست فراكشن هنا بالنسبه لنا اكبر من السكند ولا مش اكبر؟ ده شرط اساسي اساسي بالنسبه لنا. اكبر اكبر، يبقى تعمل السبتراكت على طول. هتبدا من هون هتقول 5 ماينس 2 ايكوال 3 وفراكشن بار، وتبدا تجيب الديفرنس للفراكشن 8 ماينس 5 3 over 10 يبقى هنا 3 and 3 tenths. over 10 سهلة؟ مش عايز easy ده، دي ايزي دي وسهلة وانتم مش هتعرفوا يعني تغلطوا فيها، ده انا بسيطة خالص. امال ايه الصعب بقى؟ هي مش صعبة ولا حاجة. تعالى نبدأ يا مستر بقى العدد اللي فوق أقل ايوه الفيرست فراكشن يكون less than the second. أنا زي أعمل ما جزء اجي من الهول لو جيت قلت لك كده هاخد جزء مستر من اسمع الهول بعد اذنك لسه اسمع، يقول لك 5 and 5 tenths minus مثلا such as 2 and 8 tenths. مستر عينك على الفراكشن اللي في البداية، يا ترى more than the second one or less؟ لا less طبعا. هنا مستر doesn't go and borrow one. اسمع بقى الكلام، هحكي شويه كلام كده بعد كده اقول لك طريقه سريعه. طبعا يا مستر انا الفايف دي هعمل منها borrow one، هستلف منها 1، فالفايف دي هتبقى 4 وال1 ده هبدا ان انا اعمل له convert into fraction. يعني انا قسمت الفايف دي ل4 و1 وال1 ده هحوله fraction. طب كام يا مستر؟ حسب الدينومينيتور بتاعي، الدينومينيتور بتاعي هنا 10 فهيبقى عباره عن 10 10 اوفر over 10 5. ونبدا نحط الفراكشن الثاني معاه اللي هو 5 اوفر كام؟ 10. over طبعا 10 التو فراكشنز دول هنزودهم على بعض. يبقى انا مستر لما بعمل بورو انت مش بتعمل بورو 1، انت بتعمل بورو 10 اوفر 10 حسب الدينومينيتور بتاعك. بعد كده هتعمل ماينس من ال 2 اند 8 تنس.
هتبدأ تقول لي أنا هنا الفراكشن بتاعي هيبقى 4 وتحت هنا 10 وفوق 10 بلس 5 هتطلع ايكوالز 15 ماينس 2 اند 8 تنس، وتبدأ تجيب الديفرنس. مستر الفراكشن اللي في الأول دلوقتي بقى كبير، كبير قوي، ده الفراكشن فورمة غلط. أنا عارف حضرتك هنا مش هعمل سمبليفاي ولا حاجة، أنا هنا يا مستر أنا عارف إن النيوميريتور أكبر من الدينوميريتور، بس ده حالة خاصة، دي الحالة الوحيدة اللي تسيب الميكسد نمبر بالصورة دي علشان تعرف تعمل الماينس. وهتبدأ بالهول، هتقول 4 ماينس 2 هتدينا 2. مستر الفراكشن مع الفراكشن هتبدأ تقول 15 ماينس 8 هتعد هتلاقيها 7 واوفر 2. خلاص؟ يبقى انا فكره، انا بس بشرح السؤال كده علشان تعرف فكره السؤال ماشيه ازاي، ان انا هنا مستر هعمل 4 1 5، ال5 دي هتبقى 4 وفراكشن عباره عن 10 اوفر 10 وازوده على الفراكشن الصغير ده. طب يا مستر انا هعمل كل الكلام ده؟ لا. تعال اقول لك هتعمل ايه بقى. انا فهمتك ان احنا بنعمل بورو لفراكشن 10 اوفر 10. هكتب السؤال تاني. جاب لك هنا السؤال كان بيقول 5 and 5 tenths minus 2 and 8 tenths. حضرتك هتعمل ايه بقى يا مستر لما تيجي تشتغل؟ هتبص على الفراكشن الاول. مستر اللي في الاول هنا 5، حلو قوي. ال 5 دي اكبر من 8 ولا اصغر؟ لا اصغر، less than 8. هنبدا نعمل بورو 1 من مين؟ من ال 5. ال 5 دي هتبقى كام؟ 4. وتبدا تزود الدينومينيتور على النيميريتور. تبدا ايه؟ تزود الدينومينيتور على النيميريتور، يعني هتبدا تقول 10 بلس 5 ايكوال كام؟ ايكوال 15. شكرا، حط هنا 1 بقت 15 اهي. وابدا اعمل جيب الديفرنس. هتبدا تقول يا مستر انا ممكن اكتبه تاني يعني عشان ما اتلخبطش، هبدا اقول انا معايا 4 و15 اوفر 10 ماينس 2 اند 8 تنس. وتبدا تجيب الديفرنس، هتبدا تقول 4 ماينس 2 مستر حضرتك 15 ماينس 8 7 7 بس. يبقى انا مستر دايركت في السبتراكشن، انا بس بعمل بور 1 وازود اللي تحت فوق. شكرا، ده الخطوات بتاعتك، بور 1 وزود الدينومينيتور على النيميريتور. مساله كمان، لو جبت قلت لك هنا مستر 9 ماينس سوري 9 اند 1 فيفث ماينس 3 اند 4 فيفث، مستر حضرتك هتبدا تشتغل على الفراكشن اللي موجود في السابتر هاند. طب يا مستر الفراكشن اللي عندنا كام؟ ده 1 فيفث. ال 1 فيفث مور ذان ال 4 فيفث اور ليس ذان؟ طبعا ليس ذان، اصغر منه. دازنت جو اوفر 1، هستلم من مين؟ من ال 9. ال 9 هتبقى كام؟ 8. حضرتك مزود اللي تحت فوق على طول. 5 بلس 1 6، يبقى دي يا مستر بقت 6 كده على طول، وتحل في المساله. هتبدا تقول ايكوال والهول مع الهول 8 ماينس 3 ايكوال 5 وفراكشن والدينومينيتور بتاعي 5، وابدا اقول 2 ماينس 4 2 2 2 2 اكسلنت حبيب قلبي.